مرحبا، حابة أعرفكم على مائدة رمضان الصحية. نحن مائدة رمضان الصحية مؤلفة من فتوش، فطير بسبانخ، شوربة عدس، صيدية سمك مع الصوص تبعها، وطبعا الحلى هو كلش. ودائما بنبتدي بمائدة رمضان بالمي والعصير والتمر مثل ما موصيين بكل موائد رمضان. هي اللي منقوله اليوم انه هيدي السفرة معمولة لست اشخاص. الشخص لازم ياخد اذا مائدة صحية ما لازم ياخد اكتر من 700 ل 800 وحدة حرارية بهيدي المائدة، لانه لسه عنده سحور، يعني وقت السحور لازم ياخد 700 التانيين لحتى يكسب 800. هون اذا ما عم ياكلهم بطريقة صحية مطبوخين مثل هاي، ممكن 800 تصير 2000. فاذا اخذنا هذا صحن الفتوش بكمية الزيت المحطوطة اللي هي 2 جرام للشخص بالصوص، بيطلع لنا شي 50 كالوري من صحن الفتوش. بالنسبة للفطاير بسبانخ الحبة ما بتتعدى 35 وحدة حرارية، ففينا ناخد 2 للشخص الواحد. بالنسبة لشوربة العدس هيدي لست أشخاص، إذا معمولة بالطريقة الصحية بتعطينا بال 120 كالوري من كل نص كب عدس. لازم يبلش الشخص بتمرتين مع نص كباية عصير، تمرتين فيهم 60 وحدة حرارية، نص كباية عصير فيها 60 وحدة حرارية إذا كان العصير ما في بقلبه سكر مثل العصير اللي موجود هون. آخر شيء بننتهي لصيادية السمك. إذا هيدا الصحن لست أشخاص، البورشن الواحد اللي هلأ حنورجيكم كيف هو، في بقلبه تقريبا بحدود 400 وحدة حرارية، لأنه معمول بطريقة صحية ومعمول مشوي ما في زيت أبدا. بالنسبة للسناك اللي هو الدسات الكلاش، إذا أخذنا وحدة مشوية وحطينا لها قطر مثل هذا القطر اللي شايفينه هون، هيدي الوحدة تقريبا ب 150 وحدة حرارية. إذا بنجمع كل الوحدات الحرارية، يعني 50 من الفتوش، 50 من الفطاير، 400 أو 450 من الصيادية، 120 من الشوربة، 50 من التمر، و 150 من الكلاش، بيطلع كله حوالي 800 وحدة حرارية اللي هي مفروض الصائم ياخدها. بننصح نحن انه تتاخد شوي شوي، يعني بنبلش بالتمر بنرتاح شوي، بعدين بناخد الشوربة بنرتاح شوي، بناكل الفطاير بنرتاح شوي، خلي المائدة كلها تتاكل من نص ساعة لثلاث ارباع ساعة، في راحة 5 دقائق بين كل وقعة وقعة لتقدر هالمعدة تهضم الاكل اللي نحن عم ناكله. وصحتين سلام.